نصير نقول في حرب الذكاء، مين أذكى نحن أما تشات جي بي تي، مين أذكى الإنسان أما المكنة. وهيدا شيء ما له عازي وما بنستعمل لغير أدواتنا. أصلا ولا مرة بنقول مين أشطر بالحسابات، أنا أما الحاسوب أما الكالكوليتر تبعي. أوبفيسلي الكالكوليتر تبعي أحسن وما بنشرعه. مين بيقدر يقيس السرعة أكتر، أنا أما الكيلومتراج بسيارتي؟ أكيد الكيلومتراج بسيارتي. ليه ما بنعمل حروب مع هيدول الأدوات؟ لأنه ما بنعتبرهم مثلنا. اكيد عم تشوفوا كلكم على الانترنت تشات جي بي تي، بارد، كوبايلوت، وكل هدول الاي ايز الجديد عم يطلعوا اللي بنسميهم جينيريتيف اي ايز، اما لارج لانجويج مودلز. وكثير ناس عم تقارنهم للدماغ، يقولوا انه هن مثلنا. وبنستعمل لغات، بنستعمل كلمات ومصطلحات اصلا جايين من علوم الاعصاب الادراكيه لنحكي عن هالذكاء الاصطناعي. مثلا بنحكي عن نيورال نتوركس. النيورال نتورك جاي من نيورون يلي هي الخلية تبع الجهاز العصبي، بينما بالكمبيوتر ما في نيورونز، بس نستعمل نيورال نتورك نحكي عن ذكاء. بينما الذكاء عدل ما بنستعمله للمكنة، بنستعمله يا للبشر يا للحيوانات. نحكي عن الذاكرة، الذاكرة هي كمان مصطلح ما مفروض يكون عم نستعمله للذكاء الاصطناعي. بس هل المكنات عن جد بيمشوا مثلنا؟ وليه بنستعمل هالمصطلحات؟ السبب اللي نستعمل المصطلحات هو لازم نرجع شوي بالتاريخ على امتى انخلقوا اول مكنات ذكاء اصطناعي، حوالي 1940 1950. والاساس تبع الذكاء الاصطناعي هو انخلق لانه الفكره كانت انه اذا بنخلق قصص مثل الدماغ، هيدا الشيء رح يخلينا نفهم كيف بيمشي الدماغ. يعني اول ارتفيشال نيورون انخلق تيكون هو بيمشي مثل النيورون البيولوجي. مش شيء كتير غريب انه بنستعمل مصطلحات بنستعملها عاده لجسم الانسان للمكنات، لانه المكنات انخلقوا تيكونوا مثل جسم الانسان، مش تيكونوا اذكياء مثلنا وبيعملوا نفس الشيء عنا. اساسا هي كانت تنفهم كيف بيمشي الدماغ نقدر ندرسه بالمكنه. ولكن مع الوقت، بعد ما تطور الوقت، ابتعدنا اكثر واكثر عن هالشيء. بعد في بعض الناس اللي عم تدرس وعم الدماغ من خلال الذكاء الاصطناعي، بس أكترية الابليكيشن اللي انتم عم تشوفوها اليوم على الانترنت هي لتعملوا تلخيص للنص لانكم بالجامعه ما عندكم وقت، لتسالوا سؤال لتشات جي بي تي تيعمل البيتش تبع الميتنج تبعكم بالشغل اتسترا. بس هل عن جد فينا نقارن الذكاء الاصطناعي والدماغ؟ المشكله المغالطه اللي بتصير وقت نحكي عن الموضوع هو انه عم نخلط شغلتين ما لازم نخلطهم ببعض. شيء بنسميه الفانكشن، شو عم يعمل الشيء، وشيء بنسميه الميكانيزم، الطريقه يلي هالشيء عم يعملها. وعلى الفانكشن فينا نقول انه ايه في كتير قصص مثل بعض. تشات جي بي تي مثل الانسان، بيقدر يحكي، بيقدر ياخذ قرارات، بيقدر يعطيكم معلومات. في اي ايز هلا صاروا بينسوا، عايزين يرتاحوا مثل ما انتم عايزين تناموا، هن عايزين يرتاحوا. فيهم يخلقوا صور، فيهم يكتبوا شعر، فيهم يكتبوا غنانة، فيهم يعملوا كتير قصص نحن فينا نعملهم. بس عم نتطلع على كيف عم يعملوا هالقصص، هون بنشوف انه المقارنة منا بالمرة ملائمة لشو عم نجرب نعمل. مثلا اذا بتاخدوا ولد بشري، بنت صغيرة او صبي صغير عمره سنتين او ثلاث سنين، وبتفرجوه، اما حتى اصغر، بتفرجوه صورتين ثلاثة لكلاب، الولد خلص بيعرف شو الكلب. واذا تفرجوا صوره تسيني بقول لكم هيدا مش كلب، واذا تفرجوا صوره عصفور بقول لكم هيدا مش كلب. بينما اذا بتاخذوا ذكاء اصطناعي وبدكم اياه يصير يقدر يعمل ريكوجنيشن لكلاب، بدكم تعطوه 10000 مليار صوره داتا بيس، و10000 مليار صوره بسينات، و10000 مليار صوره شغله، تيقدر يصير يعرف تقريبا اذا هيدا كلب ام لا. بقى اذا كان الفانكشن الاخيره وبعد ما خلص كل التمرين تبعه هو عرف اذا هيدا كلب ام لا، ايه عم يعمل هو مثل الولد. بس كيف وصلنا لهون كتير مختلف. كأنه يعني الصورة اللي فينا نستعملها هي كأنه ساعة. في أنا يكون عندي ساعة على إيدي وبتعطي الوقت، وفي تليفوني بيعطي الوقت، اثنيناتهم بيعطي الوقت، بس ما بيعطي الوقت بالمرة بنفس الطريقة. تليفوني بيعطي الوقت بطريقة كليا مختلفة من إذا أنا عندي ساعة مع عقارب بالتكتيك وبدي دكة كيف بتعطي الوقت. فكتير مهم ما نخلطهم ببعض، لأنه هيدا الخلط بخلينا نصير نعطي للذكاء الاصطناعي بعض التفاصيل وبعض العوامل يلي بيخلينا نتعامل معه كأنه إنسان، لأنه الفانكشن تشبه فانكشن الإنسان. بس كيف هالشي معمول ما خصوا ببعض.
تاني نقطة كتير بنختلف عن الذكاء الاصطناعي فيها هي انه نحن دماغنا فيها عن كتير قصص، فيه احكيكم بعدين فيه يروح لف ساندويش، فيه ينزل درج، بعدين فيه يسوق سيارة، بعدين فيه يروح العب ورق مع اصحابي. بينما اي اي مثلا تعمل ايمج ريكوجنيشن ما فيها تعمل باستا، ما فيها تعمل ولا شيء تاني هايبر سبيسيفيك، بينما نحن بنعمل تقريبا كل شيء. هذا تاني فرق كتير مهم. وتالت فرق هو انه وقت نقول انه نحن مثل بعض بنصير بنحطهم ضد بعض، بنصير بنقول في حرب الذكاء، مين اذكى نحن اما تشات جي بي تي، مين اذكى الانسان اما المكنه. وهيدا شيء ما له عازي وما بنستعمله لغير ادواتنا، ولا مره بنقول مين اشطر بالحسابات انا اما الحاسوب اما الكالكوليتر تبعي. اوبس الكالكوليتر تبعي احسن وما بنشرعه. مين بيقدر يقيس السرعه اكثر انا اما الكيلومتراج بسيارتي؟ اكيد الكيلومتراج بسيارتي. ليه ما بنعمل حروب مع هدول الادوات؟ لانه ما بنعتبرهم مثلنا. بينما هلا الاي ايز عم نعتبرهم مثلنا، بقى عم نحط حالنا بحاله تصادم معهم، بينما لازم نرجع نردهم على شو هن ادوات بيقدروا يعملوا كانه بيشتغلوا مثلنا، بينما هن بس عم يقدروا يقلدوا الفانكشنز تبعنا. واخر نقطه كثير مهمه نحكي عنها هي انه نحن مش معودين نشك بالتولز تبعنا. يعني اذا بعمل شيء انا على الكالكولاتريس تبعي بيطلع لي رقم، ولا مره بقول لحالي يمكن هذا الرقم غلط. ما عندنا، ما بنوثق بالمكنات تبعنا، بنوثق انه الكاميرا عم تصور مزبوط، بنوثق انه الميكرو عم ياخذ الصوت تبعي. المشكله انه عم نمتد هالثقه العمياء لتشات جي بي تي، للبارد، لكل هيدول الجنريتيف اي ايز، بينما ما لازم. لانه هالمكنات مره جديده شكلهم كانه بيشتغلوا مثل الانسان، بس كثير مرات عم يخترعوا اخبار. او اذا شفتوا في محامين طلبوا من تشات جي بي تي حلون المشكله كان عندهم اياها، وراحوا عند القاضي، تشات جي بي تي قال لهم ايه فيكم تحكوا عن هالدعوه اللي انعملت من كم سنه، راحوا عند القاضي قدموها للدعوه، طلعت الدعوه تشات جي بي تي اخترعها منها موجوده، وجربوا جبروا يدفعوا غرامه. فكثير مهم نكون كثير حذرين مع هالادوات يلي في عندهم كثير منافع، بس لازم يكون في عندنا وراهم نطاق اطار سياسي وقانوني، وما نفكر انه مثل بعض نحن، مش لانه شغلتين بيعملوا نفس الشيء يعني عم يشتغلوا بنفس الطريقه. كيف بيشتغل الدماغ ما خصه بالمره بكيف بيشتغل ذكاء اصطناعي.